المجتمع الأمريكي رافض للمهاجرين بشكل عام أم للمهاجرين غير الشرعيين تحديدا؟ هو بالطبع رافض للمهاجرين غير القانونيين، نتكلم عن المشكلة اللي هو غير قانونيين اللي هم دخلوا عن طريق بوسائل غير قانونية، عن طريق الحدود، التهريب، عبر الجدران. هذا بيعتبر ترامب أنهم ينافسون الأمريكان في الوظائف، أن يأتون بثقافات كما قال مرة أنهم مجرمون، يجلبون المخدرات، يعني هناك شيطنة للمهاجرين غير القانونيين. بينما البعض الآخر يأتي من ظروف حروب، يأتي من ظروف يعني سياسية، وبالتالي الديمقراطيون يميلون إلى فكرة التمييز، يعني فكرة التقنين الوضع، يعني من يستحق الهجرة يدخل أمريكا ومن لا يستحق يتم إعادته. ترامب يريد استكمال الجدار العازل، وبالتالي هي مشكلة تؤرق. لكن دعني أقول لك، هذه المشكلة الهجرة الغير قانونية أو غير شرعية هي مشكلة مزمنة، يعني من الأمراض المزمنة الأمريكية، لم تحل ولن تحل لا في عهد ترامب ولا في كمال هاريس، هي مستمرة منذ سنوات، لأن أمريكا بطبيعي هناك تدفق للهجرة يعني منساب طول الوقت. حتى مع وعد ترامب بالاستمرار في هذا الجدار العازل على الحدود مع المكسيك؟ هو وعد بأخطر من الجدار العازل، وعد بترحيل جماعة لهؤلاء المهاجرين 22 مليون أو كما يقولون، وهذا أمر صعب بالطبع، يعني أمريكا بلد قارة، بلد واسعة، ومن الصعب أن يعني تقوم بهذا الأمر، لكنها في إطار الوعود الانتخابية. هناك ترامب قام ببعض الخطوات المهمة، مثلا اتفاق مع المكسيك بحيث يتم تجميع هؤلاء المهاجرين في أماكن قبل الحدود الأمريكية، ويتم النظر في أوضاعهم، من يستحق الهجرة لظروفه أو يعني وفقا لقوانين الهجرة يدخل أمريكا، من لا يستحق يتم إعادته إلى بلاده مرة أخرى، معظم طبعا من أمريكا اللاتينية. لكن على الأقل قضية الهجرة بتثير انقسام، هناك طبعا تعاطف مع كمال هاريس موقفها من الهجرة، هناك تعاطف خاصة من البيض، لأن ترامب بيلعب على فكرة أن أمريكا في خطر، أن أمريكا البيضاء في خطر مع تدفق المهاجرين. هناك الآن يعني الأسبان اللاتينيين يعني بدأوا يسيطرون، وهناك تغيرات ديموغرافية في المجتمع الأمريكي. لكن هذه القضية أيضا ليست قضية مركزية، هناك مؤيد وهناك معارض لها، ثم هناك قضايا متعلقة بالشباب. يعني معظم الشباب الآن يعني منقسمين، طبعا هناك جيل زد يعني مقارب 41 مليون كلهم من جيل زد الذي ولدوا بعد عام 2000، هؤلاء أيضا هم منقسمين، جزء كبير منهم مع كمالا هاريس.